السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض موديول 4 اللي موجود عندنا، اللي كان اسمه الديسك مانجمنت. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت اجعل الحزن إن شئت سهلا. بدأت المرة اللي فاتت معاكم في موديول 4 وأخدنا أنواع الهارد سكات اللي موجودة عندنا. الموديول ده من الموديولز المهمة جدا في الواقع العملي بتاعنا وفي الأسئلة اللي هتجيلنا كتيرة قوي في منه في الانترفيو اللي موجود عندنا. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض ان احنا نشوف بقى الاطار العملي بتاعه بالكامل، وبرضه هناخد فيه نقط كتيرة عايزين نقدر ان احنا نتعامل معاه. اول حاجة تقدر تخليني انا اتعامل مع الهارد ديسك، انا عندي اتنين تولز ممكن يخلوني اتعامل مع الهارد ديسك. التولز الاولانية الا وهي الديسك مانجمنت، والتولز التانية اللي موجودة عندي حاجة احنا بنسميها الديسك بارت. الديسك مانجمنت اللي موجود عندنا ده بيقدر ان هو بيكون ليه واجهه مستخدم رسوميه، يعني اللي احنا بنسميها الجي يو اي او جرافيك يوزر انترفيس. يعني انا لو حبيت اتفرج عليه هشوفه ازاي، هروح ببساطه كده على ماي كمبيوتر رايت كليك واختار من هنا مانج، وهخش هنا على حاجه اسمها الديسك مانجمنت اللي موجوده عندي. يبقى انا كده قدرت ان انا اوصل للديسك مانجمنت. الديسك مانجمنت اللي موجود عندي ده يقدر يخليني اقدر اعمل ايه؟ اول حاجه يقدر ان هو يعمل كونفيرت للديسك تايبس. هنعرف بعد كده ان احنا عندنا انواع نقدر احنا نستعملها للديسك تايبس، حاجه اسمها البيزك وحاجه احنا بنسميها الديناميك اللي موجوده عندي. يقدر ان هو يورجنايز الديسك ستورج، اورجنايز اللي هي ينظم المساحه التخزينيه بتاعت الديسك. يعني اقدر ان انا اضيف بارتيشن، اقدر ان انا امسح بارتيشن، اقدر ان انا اكبر بارتيشن موجود عندي. يقدر ان هو يعمل فورمات للهارد ديسكات اللي موجوده عندي، من خلاله هضيف هارد ديسك جديد، من خلاله هشوف الاستاتيوس او الاستيتوس بتاع الهارد ديسك اللي موجود عندنا، وفي نفس الوقت هشوف البروبرتيز بتاعته. يبقى انا هشوف الحاله بتاعه الهارد ديسك بتاعي ايه، ودي هتفرق معايا جامد جدا في المشاكل اللي بنقابلها مع الهارد ديسكات، وهنشوف الخصائص بتاعه الهارد ديسك اللي موجوده عندنا. نقدر من خلاله طبعا ان احنا نعمل حاجه اسمها ترابل شوت للديسك بروبلمز اللي موجوده هنا. الويندوز اكس بي وعدتنا قالت لنا على فكره طول ما انت شغال في الديسك مانجمنت هنا وعمال تغير في الهارد ديسكات اللي موجوده عندك وتغير في الخصائص بتاعتها، تمام، انا مش هخليك ان انت ايه تعمل شت داون. يعني اي حاجه هتعملها اوتوماتيك ايه هتبقى متخزنه معاك على طول ومش هتضطر ان انت تعمل شت داون. فده اللي هو المنظر بتاع الديسك مانجمنت. الديسك مانجمنت فيه بقى حاجه تانية كمان، طبعا احنا شفناه بنجيبه ازاي، ممكن ان احنا نعمل كاستمايز للديسبلاي، يعني نغير الشكل العام بتاعه اللي موجود عندي. لو رحت على الديسك مانجمنت هنا، طبعا انا واقف على الديسك مانجمنت محدده، هروح على فيو. التوب ده بيتكلم على الجزء اللي فوق ده، البوتوم اللي موجود عندي بيتكلم على الجزء اللي تحت ده. السيتنج اللي موجود عندنا هنا هوت الالوان دول، دي اللي هنقدر احنا نتفرج عليها. تعال نشوف كده مع بعض التوب ممكن نعمل فيه ايه. التوب اللي هو الجزء ده، لو رحت هنا ديسك ليست، ليست جابهم لي شارحين نفسهم، يعني شوفوا ايه اللي بيتغير، غيروا كده وتحفظوا وشوفوا ايه الشكل اللي يريحكم واعملوه اللي احنا عايزينه حسب ما انتوا عايزين. نفس الحكاية بالنسبة للجزء ده، طبعا هو احسن حاجة فيه اللي هو الجرافيك بتاعه، فانا مش عايز اخسر الجرافيك بتاعه لان هو ده احسن واحد فيه، او ممكن حتى اقول له ايه بالنسبه للبوتون اعمله هيدن، يعني ايه اخفيه اللي موجود عندنا. هلاحظ ان انا عندي هنا ثلاث الوان رئيسيه حتى الان، هنتفرج على الوان كتير قوي هنا. اللون الازرق الغامق، اللون الازرق الفاتح اللي موجود عندي، وهنا طبعا المفروض فيه اخضر ولكن لسه ما عملناهوش. فاذا ممكن اغير الالوان دي من خلال فيو واختار من هنا سيتنج. هي كل واحدة كل لون ليه معنى، واحنا لسه في بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن انا لو وقفت مثلا على ده، ده اللي هو البرايمري بارتيشن اللي هو اخد اللون الازرق الدارك بلو، فممكن اختار مثلا من هنا النقش بتاعه يبقى عامل ازاي، واختار مثلا من هنا اللون بتاعه الاحمر واقول له اوكي بقى بالمنظر الجميل ده. نرجع كل حاجة زي ما كانت. يبقى احنا كده رجعنا. فدي اللي هو الاشكال اللي احنا ممكن نغير فيها عشان نشتغل. طبعا دي حاجات جماليه مش شرط من يعني من الحاجات اللي ايه اللي احنا بنشتغل بيها، ولكن عشان نكون مستريحين. دي التولز الاولانيه اللي موجوده عندي،
تمام. ممكن تعال نطلع شوية معلومات من الديسك مانجمنت بتاعي. ألاحظ في الديسك مانجمنت بتاعي ان هو هنا اداني تفصيل عن البارتيشنز اللي موجودة عندي، ان انا عندي 3 بارتيشن سي واي وجي اللي موجودة. هلاحظ ان انا عندي هنا فولدر، عندي سي دي موجود عندي هنا. هو عرفت ازاي ان هو سي دي؟ اول حاجة الرمز بتاعه، تاني حاجة الفايل سيستم بتاعنا اللي موجود عندنا اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، اللي هو الفات والفات 16 والفات 32 والان تي اف اس. هنلاحظ ان السي دي دايما الفايل سيستم بتاعه سي دي اف اس اللي موجود هنا. هلاحظ ان انا عندي 2 هارد ديسك، ولاحظوا ان الهارد ديسك بيبدأ بزيرو، يعني اول هارد ديسك عندي اسمه ديسك زيرو، والهارد ديسك التاني عندي اسمه ديسك 1. هنلاحظ ان الهارد ديسك ديسك زيرو يحتوي على 2 بارتيشن، ودي بقى بتفيدني جدا ان انا اعرف انهي بارتيشن موجود على انهي هارد ديسك عندي. فهتلاحظوا ان السي والاي اللي موجودين عندي هما موجودين على الدرايف اي، على الدرايف زيرو، اما الجي هو ده اللي موجود على الديسك 1 اللي موجود عندنا هنا اهوت. هنلاحظ ان انا افتراضيا، وهتلاقوها عندكم كلها في الاجهزه بتاعتكم، افتراضيا احنا بنستعمل البيزك لان هو ده الويندوز اكس بي بيستعمله افتراضيا. هلاحظ عندي هنا المساحه الاجماليه بتاعه الهارد ديسك اللي موجود عندي، وهنا المساحه بتاعه كل بارتيشن موجود عندي هنا اهوت. البارتيشن ده اخد 19 53 جيجا، وهنا اخد 54 99 جيجا. هنلاحظ عندي هنا اهوت الان تي اف اس اللي هو الفايل سيستم بتاعنا. هلاحظ عندي هنا هيلسي ان هم شغالين كويس ما فيهمش مشاكل. هلاحظ ان انا عندي هنا اونلاين، ودي اللي احنا بنسميه دي اللي انا قلتها اللي اسمها الستاتوس اللي موجوده عندنا. عندي الديسك 1 اللي موجود، فالديسك 1 نفس الحكايه، هنلاحظ ان هو كل 1 بارتيشن المساحه الاجماليه بتاعته 111 جيجا، يعني هو هارد ديسك 120 جيجا اللي موجود. وهنلاحظ ان هو اونلاين وهيلسي مش محطوط عليه سيستم، هنعرف الكلام ده كله. هنلاحظ ان انا عندي 2 سي دي. بص بقى دلوقتي احنا اتعلمنا 2 ستاتيوس لحد دلوقتي اهوت، تمام. على فكره ستاتيوس بتتنطق ستاتيوس وبتتنطق ستيتوس، فانا دايما الناس اللي اقولها كده ناس تقول لي غلط، اقولها كده ناس تقول لي غلط، بس هما الاثنين صح. فعندي هنا اهوت، هنا اونلاين هنا اونلاين. هنا عندي اول حاجه موجوده عندي هنا نو ميديا. نو ميديا يعني ايه؟ يعني مفيش سي دي هي جوه، عشان كده هو اداني بس درايف بس مفيش ايه داتا ان هو يمثلها لي. هنا عندي سي دي روم 1، ده عباره عن دي في دي، السي دي هي اللي موجوده فيها 652 ميجا، واونلاين شغال كويس وهيلسي، والسي دي هي مساحتها برضو ده لي هنا، واداني الفايل سيستم بتاعها. طبعا الكلام لا يمنع ان انا يكون عندي هنا فات 32 وعندي هنا ان تي اف اس اللي موجود عندنا. ده اللي هو الكمبيوتر مانجمنت اللي موجود. طيب تعالوا نشوف حاجه تانية، الا وهي عندنا حاجه بنسميها الديسك بارت. الديسك بارت ده عايز تولز بتستعمل زي ما احنا شايفينه كوماند. معظم الناس تيجي عنده كده اهوت، يعني تقول لك كوماند واحنا عندنا بنقدر نشتغل، يعني شايفين اللي هو بجي يو اي اللي موجود عندنا، يعني في واجهه رسوميه واقدر استعمل ماوس، اقعد احفظ اوامر ليه واكتب اوامر ليه. هقول لك اول حاجه الديسك بارت ده حضرتك ممكن تستعمله في الان اتندنت انستليشن اللي احنا كنا قمنا بيها في الاول. يعني ممكن ان انا اضيف الان الديسك بارت مع الان اتندنت انستليشن، بحيث ان انا اخلي ان لو انا اعمل عمليه اوتوماتيكيه كامله تقسيم الهارد ديسك، فورمات الهارد ديسك، بتنزيل الويندوز باستعمال مين؟ الديسك بارت، و اللي هو الان اتندنت انستليشن اللي موجوده هنا. الديسك بارت عشان اقدر اتفرج عليه هروح ببساطه على ستارت ران واكتب له هنا سي ام دي، او اللي عايز بقى يلف اللفه طويله ستارت اول بروجرامز ويختار من هنا اكسسوارز ويختار من هنا كوماند برومبت، هما الاثنين واحد، ولكن احنا دايما بنروح على ستارت ران وبنكتب سي ام دي وهدوس انتر، هكتب له ببساطة كده ديسك بارت. طبعا مش متوقع منك ان انت تكون حافظ كل الاوامر اللي موجودة فيه، فهنا قال لي مايكروسوفت ديسك بارت واداني الاصدار بتاعه فيرجن كذا، الكوبي رايت بتاعتنا 99، الديسك بارت ده شغال على الكمبيوتر اللي اسمه مين؟ اللي اسمه احمد اللي موجود عندنا. انا مش عارف الاوامر ومش عايز احفظها، ومش عايز حد فيكم ان هو يحفظ الاوامر اللي